جمال باجندوح يعطيكم العافية. جمال، نتكلم عن مجريات المواجهة رغم الغياب الكبير اليوم للاتحاد، لأن الاتحاد لازل نقول يقدم نفسه بشخصية جيدة. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يعافيك حبيبي. أنت تتكلم عن النقص، طبعا يعني عندك لعيبة كلهم اللي نقصنا كلهم يفرقوا معانا في الفريق، بس في النهاية يعني الفريق مكون من فوق يمكن 30 لاعب، سواء في نقص إن شاء الله يعني اللعيبة الثانيين يقدروا يغطوا مكانهم، والحمد لله على كل حال. يعني كابتن، الشوط الثاني كان تراجع واضح بالنسبة لفريق الاتحاد، هل القادسية أجبركم على هذا التراجع بالنسبة للتكتيك؟ تغير التكتيك في الشوط الثاني؟ لا، هو ما تغير التكتيك، بس احنا كنا لاعبين على تكتيك انه نضغط فوق في ملعب الخصم، فطبيعي اي لاعب يلعب التكتيك هذا يعني حيتعب في الشوط الثاني. بس حتى الشوط الثاني جتنا فرص لكن ما قدرنا يعني نستفيد منها. سؤال اخير كابتن سيارة، لم يغير اي لاعب بالاتحاد وانت لاعب طبعا اساسي اليوم، هل هو عدم ثقة في اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء أو وش تفسر عدم التغيير كابتن؟ ممكن من القلة في عالم كرة القدم أن المدرب يلعب بال11 لاعب فقط. أول شيء أنا ما أقدر يعني أفسر فكرة المدرب ولا إيش يعني ثقته في لعيبة الاحتياط أو شيء، كلنا سواء اللي برا ولا اللي جوا في الملعب كلنا سواسية. المدرب يمكن أنه لاحظ أنه شكل الفريق في الملعب يفضل أنه يبقى على هذه الطريقة، فيمكن هذا هو السبب. شكرا، الله يعافيك.